Salut mes élèves de deuxième secondaire, section arabe et langue. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني ثانوي بمدارس الفاروق قسم العربي واللغات. هنتابع معانا النهاردة درسنا اللي بيتكلم على لي برونون بيرسونيل، وهو تكملة لوحدتنا الجميلة لو كلوب دو لوكي، محبي الموضة ومحبي الملابس على الموضة والمظهر الجيد. طيب بنقول هنا لي برونون سوجي، يعني احنا عندنا هنا لي برونون بيرسونيل بتنقسم الى نوعين، سوجي وكومبلمون. طيب برونون سوجي هتبقى جو، تو، ايل، ال، نو، فو، ايل افيك اس، ال افيك اس. طبعا هنا دو اللي هي الكومبلمون هتبقى ليها نوعين، احنا هندرس السنه دي من ضمائر المفعول الكومبلمون ديريكت، كومبلمون دوبجي ديريكت اللي هي ضمائر المفعول المباشر، زي ما احنا شايفين كده انديريكت دي هندرسها السنه اللي جايه، اللي هتبقى شوز وبيرسون، عاقل وغير عاقل. السنه دي هنقول ان احنا عندنا الضمائر هتبقى سوجي، وزي ما احنا شايفين هي جو، تو، ايل، ال، نو، فو، ايل افيك اس، ال افيك اس. النوع الثاني هتبقى كومبليمون، هتبقى لو يعني هو، لا هي، الابوستروف هو او هي، بس دي بتتحط قبل الفيرب كي كومونس افيك ان فويال اللي مبدوء بحرف متحرك، الابوستروف هي هو او هي بس بتيجي قدام فيرب مبدوء بحرف متحرك. ليه؟ هي هتبقى برونون بيرسونيل، ضمير مفعول مباشر وهيبقى مكانه قبل الفعل. هي في حته كده غريبه في اللغه الفرنسيه، غريبه عن العربي وعن الانجليزي، ان ضمير المفعول بيجي قبل الفيرب. يعني اي لاف يو، شفنا هنا يو اللي هو الضمير المفعول جاي بعد الفيرب، انا احبك، الكاف ضمير المخاطب هنا جايه بعد الفيرب برضه، يا انما في اللغه الفرنسيه لا، جو تيم، انا انت احب. طبعا هي ما بتتقالش كده انا انت يعني، بس هي عند الفرنسيين مكان ضمير المفعول افون لو فيرب، افون يعني قبل الفيرب. طيب لي برونون بيرسونيل كومبلمون دوبجي ديريكت سي او دي، بنوضحها بقى ونقول لو، لا، الابوستروف، لي، لو هو، لا هي، الابوستروف زي ما اتفقنا هي هو او هي بس اللي افون لو فيرب، قبل الفيرب كي كومونس افيك ان فويل اللي بادئ بحرف متحرك، لي، دي، هم او هن، للبلوريال. تعالوا كده نشوف مع بعض مثال. جو ريغارد سو ديفيلي، انا بتفرج على عرض الملابس ده. انا ممكن اشيل الكلمه المفعول واعوض عنه بي برونون بيرسونيل عشان ما تبقاش اللغه ساذجه او اللغه تبقى طويله، اللغه هي اداه تواصل سريعه لسرعه التفاهم ونقل المعلومه، فبعوض عن سو ديفيلي لعدم تكراره واقول جو لو ريغارد. استخدمت لو ضمير المفعول المفرد المذكر للتعويض عن ديفيلي، لان هنا هيبقى طبعا مكانه قبل الفيرب وهقول جو لو ريغارد. مثال تاني هقول هنا جو نو ريغارد با سو ديفيلي، جو نو لو ريغارد با، انا لا اشاهده. طيب بنيجي بعد كده ونقول جو في بروندر لو ترين. طب لو انا عندي فيربين، فيرب مصرف وفيرب مصدر، هقول هنا جو في بروندر لو ترين، طبعا مكان ضمير المفعول هيجي افون لانفينيتيف قبل المصدر، جو في لو بروندر. شوازي لا بون ريبونس، اختار الاجابه الصحيحه. تعالوا كده نشوف مع بعض. تو برون مليونيت دي سولي، هنا الضمير بتاعي لازم نعوض بيه عن مليونيت دي سولي. هو انت اخدت نظاره الشمس بتاعتي؟ يا ترى هناخد لو ولا لا ولا ليه ولا الا بصخاف. طيب هنا لو غارسون بورت سون ساك، هي الولد هنا بياخد حقيبته، يبقى هنا انا عايز اعوض عن حقيبته سون ساك، نشوفها ماسكلين ولا فيمينين ولا بلوريال ونعوض عنها. اسك تو فوا سو كريون، هو انت شايف القلم الرصاص ده؟ يبقى عايز اعوض عن القلم الرصاص. كاتر فو شونجي لي شوسيت، هو انت هتغير الشراب؟ يا ريت طبعا. هنقول هنا نيميرو 5، اسكال ميساغوب، هي هتلبس الفستان بتاعها؟ بتلبس فستانها ولا طيب يبقى عايزين نعوض عن الفستان. سهل قوي، احنا هنشوف الضمير المناسب للمفعول، او انا المفعول جمله اللي انا هشوفه هشيله هعوض عنه، اشوفه هو ماسكلان ولا فيمينا، وبعدين اعوض بلو او لا. بس انتبه بقى، لو انا عندي الفيرب مبدوء بحرف متحرك احول لو او لا الى الا بصرف، لو لقيت المفعول بتاعي بلوريال يبقى استخدم ليه حتى لو الفيرب مبدوء بحرف متحرك. اللي بعديها
Est-ce qu'elle voit la photo? هل هم يشاهدوا الصورة؟ Elle essaie des chaussures. هم بيجربوا. أو هي بتجرب حذاء. Tu achètes ce bonnet. هتشتري الايس كاب داون. Tu mets ta jupe ce soir. هتلبسي الجوبة بتاعتك النهاردة بالليل. يبقى vous essayez ce chapeau. إيه رأيك تقيسي القبعات دي؟ Il achète ses accessoires. هو هيشتري اكسسوارات لي زي ساعة زي براسلي. طيب يا ريت نركز. Je vous conseille d'arrêter la vidéo. أنا بنصحكم إن أنتوا توقفوا الفيديو وتحلوا وبعدين تعملوا فيريفيكاسيون الريبونس بتاعتكم ونشوف مع بعض إيه اللي هيجي بعد كده، يعني إجاباتنا هتبقى صحيحة ولا خاطئة ونتعلم من أخطائنا. نكمل. زي ما احنا شايفين الإجابات بتاعتنا هتبقى في المثال الأول أخدنا ليه عشان بنعوض عن السولاي، كانت طبعا ليونيد سولاي النضارة الشمس، سولاي هنا يعني شمس، ولما تعاطفت على الاسم مش مفرد، أنا مش بعوض عن الشمس، لا ده أنا بعوض عن ليونيد سولاي عشان ما حدش بس يتلخبط. طيب لو جارسون بورت سون ساك، طبعا هنا عايز أعوض عن سون ساك فأخدت لو. تلاتة هاخد برضو لو للتعويض عن كريون، هاخد لي للتعويض عن شوسات، هاخد لا للتعويض عن الغاب، لا فوتو هاخد لا، هنا طبعا هعوض عن الشوسيور بلي مع ان الفيرب مبدوء بحرف متحرك بس البرونوم بتاعي كان بلوريال. هنقول هنا تشات سيبوني جو الابوستروف، طبعا هنا عشان انا مش هقدر اخد لو لان الفيرب مبدوء بحرف متحرك. اللي بعديها طبعا جوب هستخدم لا للتعويض عنها، ولي للتعويض عن الشابو، والاكسسوار هستخدم لي مع ان الفيرب مبدوء بحرف متحرك بس ده ملوش دعوه. الحرف المتحرك بيفرق معايا في المفرد. نكمل كده. بور بارلي او فتور اون تيليز لو فتور بروش، هنا بنستخدم زمن الفتور بروش للتحدث عن مشاريع انا هعملها، فبستخدم الزمن ده اللي بيبقى مكون من فيرب عليو présent, la conjugaison de verbe aller au présent plus l'infinitif de quelques verbes. طبعا بنقول هنا ان تكوين الفتور بروش بيبقى عباره عن تصريف فيرب aller في البريزون بلس الانفينيتيف زائد مصدر اي فيرب. نشوف مع بعض ان في كلمات بتدل على الفتور، الحقيقه احنا مش مطالبين بيها قوي على قد ما احنا مطالبين بيها السنه اللي جايه، بس نحاول ان احنا نربط الكلمات بالزمن، اي زمن ندرسه ليه كلمات الدالة عليه. فهنشوف كده جو في تليفوني، يعني انت ممكن تخطط لحاجه من غير ما تقول الزمن، يعني انا هتصل حاضر، انا هعمل واجب حاضر، يبقى انا يعني سوف اللي هي فيرب الي بدون ما ذكر كلمات تدل على الزمن، يعني زي انا هعمل واجب بكره، لا انت ممكن تقول انا هعمل واجب، خاصة ان الفتور بروش بيختص بالافعال والاحداث التي تتميز بعدم الاعداد لها، يعني بالتغير والسرعة. طيب نشوف كده مع بعض. جو في تليفوني، جو في ديجيني تو دي سويت، تو دي سويت يعني حالا. il va partir هو سوف يرحل، dans un instant instant يعني هيرحل في لحظة خلاص. ils vont déménager هم هيعزلوا، demain بكرة. je vais regarder le film avec vous، je vais nager avec ma copine le samedi prochain. طبعا الجمل كلها سهلة وجميلة، بنقول بس tout de suite حالا، dans plus temps، dans يعني في خلال، demain غدا، كلمة prochain من الكلمات الدالة على زمن الفتور بروش. Parler des activités. Pour parler de nos activités, on utilise verbe faire plus du-delà de l'apostrophe selon l'activité. Alors, je vais vous parler de l'enchaînement de l'enchaînement. On utilise le verbe faire et du-delà de l'apostrophe des et l'enchaînement. Ça, bien sûr, du avant l'enchaînement muzakkar, du-delà avant l'enchaînement muannas, de l'apostrophe avant l'enchaînement madoub harf mutaharrik, des avant l'enchaînement pluriel. Je fais du shopping. Je fais de la boxe. Je fais de l'équitation, je fais des achats. Du shopping, هتسوق، de la boxe, هلعب رياضة الملاكمة، de l'équitation, رياضة الفروسية، des achats, هعمل مشترياتي. بقول هنا طبعا في حالة النفي بحول du, de la, de l'apostrophe إلى de، لأن je le traite comme un partitif، بعملها على إنها partitif. Tu fais du shopping? Non, je ne fais pas de shopping.
وهنا بتنتهي حلقتنا ونكمل على كل خير في المرة اللي جاية. غضوا عقبون شمونس.